بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناتكم قناه مطابخكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا دجاج دجاج معمر بالفيرميسيل في الفرن ان شاء الله. هذا الدجاج غادي نحتاجوا الدجاجه، انا خديت دجاجه ديال 2 كيلو، غسلتها مزيان بسكنجبير والحامض والملح، شويه ديال الملح، كنغسلها مزيان من الداخل كيف ما كيبان لكم. وخديت باكيه ديال الشعريه، ديك الباكيه الصغيره، ورقدتها في الماء غليان. عندي شويه ديال شامبينيون نوار، هذا كيبقى اختياري انا، كان عندي في الدار، قلت علاش لا ما نديروش، كيجي مرات كنديرها بلا بيه، كيجي زوين، كيجي رائع في هذا الدجاج المحشي بالفيرميسيل. هذا كيبقى اختياري. والزيتون مقطع واحد 200 غرام تقريبا، كورنيشون اي الخيار مخلل هو هذا، شديته قطعته قطع صغيره. وغادي نحتاجو شويه ديال صلصه الصوجا، واحد معلقه ديال الموطارد ولا الخردل، الموطارد هو الخردل، شويه ديال سكينجبير. غادي نحتاجو الكركم، الثوم، جوج دروس ديال الثوم كيبان لكم كبار، غادي نحكهم، وورقه ديال سيدنا موسى، ودام نص دامه ديال البنه ديال الدجاج، وشويه ديال الهريسه اللي كيبغي الهريسه، والربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين، انا كنقطعهم كنديرهم في الكونجيلاتور. ها هما غادي نحتاجو واحد تقريبا واحد 4 المعالق كبار عامرين. صافي هادي هي اللي غادي نحتاجو، وشويه ديال الحامض غادي نديروه في الداخل، الحامض مصير. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نجيب ندير الربيع، بسم الله، كيف قلت لكم واحد 6 ديال 4 ديال المعالق كبار تقريبا، شويش ديال الملح، وغادي نضيفو هاد نص طامه ديال البنه، هادي كتبقى اختياريه اللي كيبغيها اللي مبغاهاش ما يستعملهاش. شويه ديال الهريسه الحار اللي كيبغيه، سكينجبير، نسيت ما قلت لكم زيت البلديه، سكينجبير، واحد معلقه صغيره ديال سكينجبير. انا راه شعلت الفرن ديالي وسخنته مزيان، شويه ديال الخرقوم، عواد، كركم، واحد المعلقه ديال الخردل، واحد معلقه ديال صلصه الصوجا، ما نكتروش. غادي نضيف ليهم الثومه، غادي نحك داك جوج فصوص ديال الثومه في الحكاكه الرقيقه كيف ما كيبان لكم. نقلي زيت البلديه، غادي ندير هاد ورقه سيدنا موسى نص ديالها، غادي نخلط هاد الكل. دابا غادي نجيب ديك الدجاجه، ديك الدجاجه دي، وغادي ندير لها هاد الشرموله ديال هاد الشرموله اللي وجدنا بسرعه. ونسيت ما قلت لكم في الاخير نديرو نص حامضه معصره. صافي غادي نخليها واحد نص ساعه على الاقل، الا خليناها اكثر كان احسن، الا كنا زربانين بها بحال انا دابا زربانه بها، غادي نخليها واحد نص ساعه
وانا راه شاعل الفرن ديالي باش يسخن، مي غادي ندخلها غادي نقص. دابا غادي نجيب هاد الكورنيشون، هاو كيف ما كيبان لكم. واش شديت قطعت هادوك الزيتون، قطعته قطع صغيره صافي. دابا غادي نجيب داك الفلتر الاسود حتى هو راه مقطع، غادي نجيبو الشعريه الصينيه الفيرميسيل، غادي نخلط هاد الكل. دابا كنشد هاديك الدجاجه ديالي اللي خليتها ترتاح واحد نص ساعه، وكنجيب داك العطر هاد الفيرميسيل اللي بالزيتون، وغادي نحاول نعمرها. عيطوها، انا غادي نجيب غير الكوردون هي باش غادي نسد. هادشي اللي بقى لينا ممكن نديروه سيجار او بريوات ونرافقوهم بهذا الدجاج، اولا نخليه عندنا في الثلاجة تن من بعد نديروه رغيفات ام سمنات في الفرن. غادي نجيب الكوردون، وغادي نجمع الدجاجة. صافي عليها رجليها. دابا غادي نجيب داك لاطا ديال ها هي لاطا ديالي، درت فيها شويه ديال الزيت كيف ما كيبان لكم، زيت البلديه غير شويه. غادي ندير شويه ديال البصلات، شي كيبقى اختياري غادي باش نحط عليها الدجاجه، ما بغيتش نحط صافي. وغادي نغطيها بهذا الفيلم ديال الالومنيوم، غادي نغطيها بالالومنيوم من الفوق صافي. غادي ندخلها الفرن، غادي نشعل عليها كيف قلت لكم يكون الفرن سخون، وغادي ندخلها من بعد ان شاء الله طيب ونتلاقاو وتشوفها كيف كتجي. قبل ما ندخلها غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، غادي ندير نضيف ليها شويه ديال الموطارد الخردل، غادي نخلط هاد الشيء مزيان. ممكن نديرو حتى شويه ديال الهريسه حتى هي كتجي رائعه لهاد، كتحمرو كيجي هاد المذاق رائع. انا حيت ما بقاش عندي الهريسه داكشي علاش، غادي ندير غير هاد الموطارد الزبده. اللي كتبغي السمن ممكن دير السمن. غادي ندهنها دهن الصدر ديالها مزيان، مدهنتها غادي ندخلها للفرن حتى طيب ان شاء الله ونتلاقاو. ها هي الدجاجه ديالي بعد ما خرجتها من الفرن كيف ما كتشوفوا، ها هي تحمرت. دابا غادي نحيد لينا هاد الكوردون اللي درت، راه كطيب وكتجي فتيه وكتجي رائعه، غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. ملي كندخلوها الفرن كيكون سخون بزاف، وملي كندخلوها كنقصوها اخر درجه عندنا ديال الحراره هي اللي كنديرو، كنخليوها تقريبا واحد ساعه ونص كتشد لينا في الفرن ديال الطياب، وكتجي كيف ما كيبان لكم محمره، كتجي محمره وكتجي رائعه. انا درت غير هاد اكتفيت غير بوحده، نتوما ممكن الا عندكم ضياف العدد ممكن ديروا كميه كثيره ديال الدجاج. دابا ديك الدجاجه ديالي غادي نحطها بحال هكا،
وغادي نرافقها انا. درت الخضره صوتي كيف ما كيبان لكم، راه ديجا درتها بزاف ديال المرات. ممكن ترجعوا للقناه غادي تلقاوها. غير الخضره سلقتها، البطاطا قطعت قطع صغيره، وخيزو، جزر، وجلبانه. درت لها شويه ديال المعدوش، ما عنديش انا البروكلي، اكتفيت غير بهذا الشفرول. دابا غادي ندير نص ديال الكميه، وصوطيتها بشويه ديال الزيت البلديه، وشويه ديال الثومه، واحد الدرس ديال الثومه، ودرت الربيع، شويه ديال البزار، شويه ديال الكركم، شويه ديال سكنجبير، الملحه، صافي. و كانت عندي جاهزه. كيبقى لكم الطريقه ديال التزيين، كتبقى لكم على حسب شنو نتوما باغيين. هاي الدجاج، هاي الدجاج حطيتها في الطبق ديال التقديم كيف ما كيبان لكم، وزينتها بهاد السيغار اللي داك الحشوه اللي بقات لي، ضفت لها شويه ديال الكفته، شحرتها وضفتها لديك الخليط، ودرتها في الورقه ديال البسطيله، وقليتهم في الزيت. وما كيف كيبان لكم هذا هو الطبق ديالي، كيجي رائع وسهل في التحضير. ننصحكم ان شاء الله تجربوه، غادي يعجبكم وغادي يعجب الاسره ديالكم. المزيد من المواصفات ان شاء الله تلقاوها على قناه مطبخكم. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.